بين شباب مصر وفق تلك الإحصائيات هم المجاهدون المسلمون ضد الكيان الصهيوني. النفرة من الصهيونية والاهتمام بالقضية الفلسطينية والتمسك بالعزة الإسلامية من الخصائص الأصلية للشعوب. 75% من الشعب المصري أدلى بصوته لصالح الشعارات الإسلامية. في تونس أيضا رفعت الأكثرية هذا اللواء، وفي ليبيا وإن النسبة إن لم تكن أكثر فليست بأقل. والشعوب تطلب من مندوبيها ومن الحكومات الجديدة تحقيق هذه الأهداف نفسها أيضا في المستقبل. الشعب يريد مصر عزيزة كريمة ومحترمة وحرة، لا يريد مصر كم بتيفيد، لا يريد مصر الفقيرة والتابعة، لا يريد مصر الخاضعة لأوامر أمريكا والحليفة لإسرائيل، لا يريد مصر متحجرة ومتطرفة، ولا مصر متغربة وعلمانية وتابعة. مصر الحرة العزيزة والإسلامية والمتطورة هي المطلب الأساس للشعب والشباب، ولا يبغون استضاما. جيش مصر مع الشعب، وهناك في داخل مصر وخارجها من يريد الوقيعة بين الجيش والشعب في المستقبل. على الجميع أن يكونوا على حذر شديد. الجيش المصري سوف لا يتحمل نفوذ أمريكا وحلفاء إسرائيل. كذلك فإن الحديث حين يدور حول التوجه الإسلامي في مصر أو تونس أو ليبيا فإنه إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإسلام الذي شمل في المدينة أهل الذمة من المسيحيين واليهود بالرحمة والأمن، وليس الإسلام بمعنى إثارة الحروب الدينية بين عباد الله، ولا بمعنى الحرب المذهبية والطائفية بين المسلمين. مصر هي مصر دار التقريب بين المذاهب الإسلامية والشيخ شلتوت. على أهلنا في مصر وتونس وليبيا أن يعلموا أن ما حققوه هو ثورة لم تكتمل، فهم وإن قطعوا خطوات رحبة فإنهم في بداية طريق ذات الشوكة. العقبات التي أوجدوها أمامنا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران ولا تزال مستمرة، وقد فشلت بفضل الله ورحمته الواحدة تلو الأخرى. هذه العقبات فاقت مئات المرات ما كان أمامنا قبل سقوط نظام الشاه. لابد من التحلي باليقظة وبدفع عجلة الثورة خطوة فخطوة حتى آخر المراحل، ضمن برنامج متوسط الأمد وطويل الأمد. نظام طواغيت مصر كان أول حكومة عربية خانت القضية الفلسطينية وفتح الطريق أمام التراجع العربي، حتى أن الأنظمة العربية إلا واحدا وهي سوريا باعوا فلسطين واتجهوا إلى مصالحة الصهيونية. إن النظام المصري البائد كان أحد نظامين عربيين هما موضع ثقة أمريكا وإسرائيل، والرئيس الأمريكي المرائي الحالي اختار مصر حسني مبارك ليوجه رسالة الخداع والنفاق إلى المسلمين. لكن الشعب المصري في ثورته أعلن موقفه بوضوح
وأزال الأوهام من أذهان الجميع. إن مصر اليوم يجب أن تستعيد دورها في الخط المقدم للدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن تسحق بأقدامها معاهدة كامب ديفيد الخيانية وتحرقها. مصر الثورة لم تعد تستطيع أن تغدق بالطاقة والغاز على الكيان المتدهور الإسرائيلي على حساب قوت الشعب المصري ومعاناته. أما مخاطبنا الثالث فهم الأحزاب والنخب السياسية في مصر وسائر البلدان الناهضة. إن المفكرين والمناضلين الإسلاميين في شمال أفريقيا من مصر وتونس وحتى الجزائر والمغرب وخاصة مصر كانوا يحتلون مكانة الأبوة الفكرية للصحوة الإسلامية ولدعاة وحدة الأمة وعزتها ثم لتحرير القدس. أنتم اليوم ترثون دماء آلاف الشهداء وعشرات الآلاف ممن عانوا زنزانات السجون والنفي والتعذيب وما بذله المجاهدون والمناضلون ممن قدموا التضحيات خلال عقود متوالية في انتظار بزوغ فجر مثل هذه الأيام وهذه الانتصارات. أيها الإخوة والأخوات، حافظوا على هذه الأمانة الكبرى. الغرور والسذاجة آفتان كبيرتان لمرحلة ما بعد الانتصار الأول. أنتم تتحملون المسؤولية الأكبر في ساحة إقامة النظام وصيانة مكتسبات الشعب وحل مشاكل النهضة. القوى العالمية والإقليمية التي نزلت بها الضربة تخامر ذهنها دون شك أفكار شيطانية، من التفكير بالحذف والانتقام إلى مشروع ممارسة المكر والتزلزل والإخافة والتطميع بحقكم. النهاية والنهاية تفكر وبالنهاية تفكر في الإطاحة بالثورات وخلق أوضاع أسوأ مما كانت عليه والعياذ بالله. إن قراراتكم ومواقفكم وإقداماتكم ستكون لها أبعاد تاريخية، وهذه المرحلة هي ليلة القدر في تاريخ بلدانكم. لا تثقوا بأمريكا والناتو، هؤلاء لا يفكرون بمصالحكم ومصالح شعبكم، وكذلك لا ترهبوهم، فهؤلاء واهون ويزدادون ضعفا بسرعة. حاكميتهم على العالم الإسلامي كانت فقط نتيجة خوفنا وجهلنا خلال 150 عاما، فلا تعقدوا عليهم الآمال ولا تخافوهم. اعتمدوا فقط على الله سبحانه وثقوا فقط بشعبكم. هؤلاء انهزموا في العراق وخرجوا بخفي حنين، وفي أفغانستان لم يكسبوا شيئا، وفي لبنان انهزموا أمام حزب الله، وفي غزة انهزموا أمام حماس، وها هم الآن ينزلون من صياصيهم في مصر وتونس بيد الشعب. لم يتحقق أي تقدم في برنامجهم. الصنم الغربي قد انهزم مثل الصنم الشيوعي، وانهار جدار خوف الشعوب. فاحذروا أن يعيدوا إليكم الشعور بالخوف في المستقبل. احذروا ألاعيبهم، وكذلك احذروا ألاعيب الدولارات النفطية لعلماء عملاء الغرب وحلفائه من العرب، إذ سوف لا تخرجون بسلام في المستقبل من هذه الألاعيب. إسرائيل زائلة لا محالة، ولا ينبغي أن تبقى، وسوف لا تبقى بإذن الله تعالى. بدء الانحراف
بدء الانحراف في الثورات الراهنة هو الرضوخ لبقاء الكيان الصهيوني ومواصلة محادثات الاستسلام التي وضعت أساسها الأنظمة الساقطة. المطلب الأساس لشعوبكم العودة إلى الإسلام، وهو لا يعني طبعا العودة إلى الماضي. لو أن الثورات حافظت بإذن الله على طابعها الحقيقي واستمرت ولم تتعرض للتآمر أو الاستحالة، فإن المسألة الأساس لكم هي كيفية إقامة النظام وتدوين الدستور وإدارة شؤون البلاد والثورات، وهذه هي نفسها مسألة إعادة بناء الحضارة الإسلامية في العصر الحديث. في هذا الجهاد الكبير مهمتكم الأصلية ستكون جبران ما عاناه بلدكم في حقب التخلف والاستبداد والابتعاد عن الدين والفقر والتبعية في أقصر مدة بإذن الله، وستكون كيفية بناء مجتمعكم بتوجه إسلامي وبأسلوب حاكمية الشعب مع مراعاة العقلانية والعلم، وتتجاوز التهديدات الخارجية واحدة بعد أخرى، وكيف تؤسسون الحرية والحقوق الاجتماعية بدون الليبرالية والمساواة بدون الماركسية والنظم والانضباط بدون الفاشية الغربية. حافظوا على التزامكم بالشريعة الإسلامية التقدمية، وكيف دون أن تقعوا في جمود وتحرج، واعرفوا كيف تكونون مستقلين دون أن تنزووا، وكيف تتطورون دون أن تكونوا تابعين، وكيف تمارسون الإدارة العلمية دون أن تكونوا علمانيين ومحافظين. تجب إعادة قراءة التعاريف بإصلاحها. الغرب يقترح عليكم نموذجين: الإسلام التكفيري والإسلام العلماني، وسوف يواصل التلويح بذلك كي لا يستقوي الإسلام الأصولي المعتدل والعقلاني بين ثورات المنطقة. استعيدوا تعريف الكلمات مرة أخرى وبدقة. إذا كانت الديمقراطية بمعنى الشعبية والانتخابات الحرة في إطار أصول الثورات فلتكونوا جميعا ديمقراطيين، وإذا كانت بمعنى السقوط في شراك الليبرالية الديمقراطية التقليدية ومن الدرجة الثانية فلا يكن أحد ديمقراطيا. والسلفية إذا كانت تعني العودة إلى أصول القرآن والسنة والتمسك بالقيم الأصيلة ومكافحة الخرافات والانحرافات وإحياء الشريعة ورفض التغرب فلتكونوا جميعا سلفيين. وإذا كانت بمعنى التعصب والتحجر والعنف في العلاقة بين الأديان والمذاهب بين الأديان أو المذاهب الإسلامية فإنها لا تنسجم مع روح التجديد والسماحة والعقلانية التي هي من أركان الفكر والحضارة الإسلامية، بل ستكون داعية لرواج العلمانية والتخلي عن الدين. كونوا متشائمين من الإسلام الذي تطلبه واشنطن ولندن وباريس، سواء من النوع العلماني المتغرب أو من نوعه المتحجر والعنيف. لا تثقوا بإسلام يتحمل الكيان الصهيوني لكنه يواجه المذاهب الإسلامية الأخرى دون رحمة.